المركز بعد طبعا نحن نتحدث عن المنتديات الرياضية في السعودية والصحف الإلكترونية الرياضية في السعودية، وعن ذلك كله يلتحق بنا إعلام من الرياض. سيد عبد الرحمن الهزاع المتحدث الرسمي بوزارة الإعلام السعودية. سيد الهزاع، أولا شكرا لحضورك، ثانيا حتى يكون هناك أرضية لحوارنا، لديكم شكاوى كثيرة تجاه هذه المنتديات في وزارة الإعلام؟ امس عليك اخوي بتان واقول لك كل سنه وانت طيب بعد الزحمه. وخليني في البدايه الحقيقه اقدم التهنئه لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني بمناسبه ذكرى 80 ليوم الوطني يوم غد، ولابناء الشعب السعودي كافه. ومن وقت اخر ايضا اقدم تهنئتي لجماهير الكره السعوديه على تاهل فريقي الشباب والهلال للبطوله الاسيويه التي ان شاء الله نبارك لاحدهما بالفوز فيها. نعم. أعود لسؤالك وأقول لك أنه الموضوع أو هاجس الإعلام الإلكتروني حقيقة يخالجنا منذ مدة في وزارة الثقافة والإعلام. نعم. ونحس بحجم المعاناة التي يعاني منها المستخدمون وأصحاب هذه المنتديات والذين يتعرضون بالنقد فيها. نعم. درسنا الموضوع الحقيقة من جميع جوانبه، وقدمنا دراسة متكاملة لإصدار نظام متكامل للنشر الإلكتروني أو الإعلام الإلكتروني بشكل عام. ولكن دعني أقولها لأول مرة عبر قناة العربية أن ولله الحمد صدرت الموافقة على أن يضاف نظام النشر الإلكتروني إلى نظام المطبوعات والنشر المعمول به في المملكة. نعم. هذا يعني طبعا بشكل واضح أنه أصبحنا نمتلك الأرضية النظامية القانونية للنظر في أي قضية تطرح أو تعرض علينا مما ينشر في الصحف الإلكترونية أو المنتديات أو غيرها. نعم. معنى ذلك أن هناك قانون واضح الآن؟ الآن أصبح الصورة عندنا واضحة جدا بعد أن صدرت الموافقة على إضافة النشر الإلكتروني كأحد الأنشطة التي ترخص لها وتراقبها وزارة الثقافة والإعلام. نعم. طيب. بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى الموجودة في نظام المطبوعات والنشر. بما أن صدرت الموافقة، أي متضرر الآن من هذه المنتديات يمكن أن يلجأ الآن لوزارة الإعلام لتفعيل هذا القانون؟ إحنا الآن نحتاج إلى فترة بسيطة جدا لإقرار اللائحة التنفيذية لهذا النظام. وقد بدأنا بالفعل مباشرة هذا العمل في هذه اللائحة، وتم الاتصال بالجهات المعنية وبما فيهم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ونتوقع إن شاء الله في القريب العاجل أن نفرغ من هذه اللائحة، ومتى ما اعتمدت من معالي الوزير دخلت حيز التنفيذ. نعم. طيب، نحن نعرف في السعودية أن الصحف لا تصدر إلا بتراخيص عن طريق وزارة الإعلام، سواء كانت داخلية تطبع داخليا أو خارجية يعني لدخولها أيضا تأخذ ترخيص بذلك. معنى ذلك بأن النشر الإلكتروني في السعودية، النشر الرياضي، أنا أتحدث هنا بالذات عن الصحافة الرياضية الإلكترونية، ستخضع لذلك، ستغيب صحف، ستغيب الصحف التي ليست لديها تراخيص. النظام طبعا اذا اقرت لائحته التنفيذيه التي نعمل عليها الان سيكون من جزئياته كيف يرخص لاي صحيفه الكترونيه في اي تخصص. نعم. وما هي الشروط الواجب توفرها في من يقف وراء هذه الصحيفه. وفي نفس الوقت بناء حلقه تواصل بيننا وبين من يعملون في الصحافه الالكترونيه وفي النشر الالكتروني بشكل عام. نعم. نعم. نحن في الواقع في بتان لا نسعى الى فرض هيمنه او الحد من الحريات او الصلاحيات. كل ما نسعى عليه هو التواصل ومع هذا النشاط الذي أصبح لا يخلو منه أي منزل أو أي إدارة. نريد أن نقدم المساعدة والعون لمن يعمل في هذا القطاع، نريد أن نخدمهم مع القطاعات الأخرى لكي نسهل لهم جميع إجراءاتهم الإدارية والفنية. لا نريد أن نقف حاجزا ولا عصا رقيب مسلطة على أي من هذه المواقع. نعم. وفي الوقت نفسه لا يمكن أن نقبل أن تنتهك الحرمات ويعتدى على الآخرين بالسب أو القذف أو الشتم في هذه الوسيلة. نعم. طيب، هناك شكاوى الآن متصاعدة من هذه المنتديات، أن تلاحظ إذا وأعلم أنك متابع رياضي بحكم عملك أيضا كمتحدث رسمي لوزارة الإعلام، تتابع كل شيء في الإعلام السعودي، لكن هناك شكاوى أيضا من الأندية الآن، هناك شكاوى من شخصيات اعتبارية كبيرة في الوسط الرياضي تجاه ما يدور في هذه المنتديات. أفهم من كلامك من كل ما سبق بأنه المتضرر يستطيع أن يلجأ إلى وزارة الإعلام أم إلى جهات أخرى قضائية؟ أنت تعلم عزيز أن هناك نظام مفعل أو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وهذا النظام يتبع في تنفيذه وإقراره وزارة الداخلية، وبنوده محددة ومعروفة.
نحن نظامنا لا يتعارض مع هذا النظام، إنما يتوافق معه في كثير من الأمور. ولكن يعني في من الآن فصاعدا وفي القريب العاجل بعد أن تقر اللائحة، نعم، ستكون أبوابنا مفتوحة لكل من تعرض للانتقاد أو الانتقاص عن طريق ما ينشر في الانترنت في حدود ما ينص عليه النظام. سيتم نشر اللائحة وسيتم إبلاغ جميع العاملين بها، وستكون هناك فترة لتصحيح أوضاع الصحف القائمة الآن وحصولهم على تراخيص نظامية تؤهلهم للحصول على خدمات أخرى من قطاعات ثانية. جميل. طيب فيما يخص المنتديات الرسمية التابعة للأندية، ستتعاملون معها على أنها يعني صحافة إلكترونية، ستتعاملون معها بأنها مدونات، بأي صفة ستكون، تحت أي تصنيف؟ أنت عارف أنه سنتعامل مع ثلاث فئات في النشر الإلكتروني. نعم. الصحف الإلكترونية بصرف النظر عن نوع النشاط الذي تديره. وهناك المدونات وهناك المنتديات. طبعا الصحف الإلكترونية حسب النظام يفترض في من يقوم عليها أن يحصل على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام. نعم. كما يحصل من يرغب في ترخيص في العلاقات العامة أو في النشر أو إلى آخره. الشيء الآخر أن المدونات والمنتديات ستكون أيضا خاضعة للتسجيل والمتابعة، ولكن متى ما تعرض الشخص لأي انتقاد في أي من هذه الوسائل أو من هذه الصفحات، وزارة الإعلام ستنظر في شكواه بلا شك، سواء كانت في منتدى أو في مدونة أو في صحيفة إلكترونية. معنى ذلك من هنا سيكون لديكم تنسيق قريب مع الأندية، مع إدارات أو مجالس إدارات الأندية. بدون شك، هي دعوة من وزارة الثقافة والإعلام الآن مفتوحة إلى الجميع. يعني نناشدهم في البداية إلى تصحيح الأوضاع، إلى الالتزام بالموضوعية والحيادية، إلى عدم استهداف الأشخاص بالنقد بدون أي مبررات، وفي نفس الوقت تجهيز البنية التحتية الكاملة لظهور صحافة إلكترونية ذات أخلاق عالية وذات أسس وقواعد يفخر كل من يعمل فيها وتحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها. نعم. سيد عبد الرحمن الهزاع، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام السعودية، شكرا على ما خصيت في المرمى بإعلان هذه اللائحة التي أقرت وهي في طريقها للإعلان. شكرا جزيلا لحضورك لما سريت لنا. وقت قصير، أنا أعود معكم لنتابع في المرمى وفي